كده بدأنا نسجل. المحاضرة بقى 13، هو في ديلي في ظهور الصورة، يعني دلوقتي المفروض إن اللي ظاهر المحاضرة 13 في ديلي، ايوه النت الصورة بدأ بقى مش ماشية مع الكلام. متأخرة شوية، بس أنا ظاهرة متأخرة شوية دكتور، ما نخليها دكتور محاضرة على بعضها المحاضرة الجاية وخلاص. ايوه من الاحسن ما النت هي تقريبا الجزء ده ايه؟ الجزء ده كبير يعني، وعاوز فهم شوية. هل انت بس مقدمة فيه يعني، مش هندخل في تصميم او اي حاجة. يعني هناخد 5 6 سلايدات يعني منه يا دكتور؟ 25 سلايد. حرام. لا لا، هي سلايدز، السلايدز دي مختصرة يعني، بس دي هي الغرض منها فهم الموضوع. هنشوف بس يعني، احنا هنتكلم على الجزء بتاع البيولوجيكال تريتمنت، المعالجة البيولوجية لمياه الصرف، او اللي هي السكندري تريتمنت. لو يا ريت بصينا الفلو لاين بتاع محطة، نفس الكلام اللي احنا قايلينه قبل كده، عندي جزء البري ماينري او البرايمري تريتمنت، وبيشمل جريت الموفر والبرايمري سيتلينج. الجزء الثاني بقى اللي هو السكندري تريتمنت، الصورة ظهر عندكم ولا ما غيرتش؟ زهر دكتور. كده غير. يبقى الجزء اللي هو السكندري تريتمنت ده اللي هو عبارة عن البيولوجيكال تريتمنت، بيتكون من خزان المعالجة البيولوجية وخزان المعالجة الترسيب النهائي الفاينل. بعد كده بنخرج على الديسنفكشن اللي هي مرحلة التطهير أو استخدام الكلور. نفس الكلام هنا، في بالنسبة للرسمة دي برضو ده فلو دايجرام، يعني أنا منزل لك كذا رسمة لنفس الحاجة، بحيث إن إحنا لو ما فهمناش من الرسمة نفهم التانية. وأنا منزل لكم الكلام ده، نزلته لكم على التيمز، فنلاقي إن مثلا البرايمري تريتمنت تشمل برضو الجريت موفر والسيدمنتيشن والسكرين. بعد كده هندخل على السكندري تريتمنت، بتدخل على خزان التهويه بنسميه الايريشن تانك، وده اللي بيتم فيه العمليه البيولوجيه. وبعد كده الفاينل سيدمنتيشن. الفاينل سيدمنتيشن ده خزان الترسيب النهائي. يبقى انا عندي في محطه معالجه مياه الصرف خزانين، البرايمري سيدمنتيشن تانك خزان ترسيب ابتدائي، وده بيتبع البرايمري تريتمنت، وقلنا ان هو بيشيل من 40 ل 60% من السسبندد سوليد و 30% من البي او دي. عندي فاينل سيدمنتيشن تانك، وده بيرصد بقى، انا يعني عندي المواد العضويه بعد ما بيتم تثبيتها بتتحول البكتيريا. يعني انا في عمليه المعالجه السنويه البيولوجيه اللي بستغل البكتيريا، البكتيريا بتعمل ايه؟ البكتيريا بتتغذى على الملوثات الموجوده في الميه اللي هي عباره عن مواد عضويه. بتتغذى على المواد العضويه، البكتيريا بتنقسم وتتكاثر وبتكون لي خلايا جديده من البكتيريا. فالمواد العضويه الموجوده في الميه بتتحول لكتله حيه، يعني كائنات الكائنات الحيه اللي هي البكتيريا دي بتكتر جدا، يعني كل ما تتغذى البكتيريا بتنقسم بسرعه كبيره، فبتكون لي حاجه اسمها كتله حيه. الكتله الحيه دي بنسميها اكتيفيتد سلادج، يعني حمأة نشطة عبارة عن كائنات حية اللي هي البكتيريا. طيب يبقى المواد العضوية بقى خلال البيولوجيكال تريتمنت تانك أو الخزان الإريشن تانك اتحولت لخلايا بكتيريا، فباخد الخلايا البكتيريا دي في خزان الترسيب النهائي. الخلايا البكتيريا دي بقيت بسميها اكتيفيتد سلادج، حمأة نشطة، أرصبها. فبالتالي كده أنا المية بقت نقية، تخرج من الفاينل سيدمنتيشن نضيف لها كلور ونرميها في المصرف.
طيب الكتله الحيه دي البكتيريا دي نعمل لها ايه؟ البكتيريا في الاصل مواد عضويه برضو. طب انا عشان اسرع عمليه معالجه مياه الصرف، ما كل ما البكتيريا تبقى كتير كل ما هتتغذى بسرعه على الملوثات الموجوده، بالتالي مش عاوز زمن بقاء كبير في خزان الريش، يبقى انا بروح عامل اعاده لجزء من البكتيريا اللي انا عاوزه عشان يتغذى على الملوثات. طب البكتيريا دي عشان تتغذى على الملوثات عاوزه اكسجين، يبقى انا بمد الخزان ده بهواء بإير، الهواء ده فيه اكسجين، فالبكتيريا تاخد الاكسجين من الهواء وتاخد الغذاء بتاعها من اللي هو المواد العضويه الموجوده في مياه الصرف، فتتغذى عليهم وتتحول لخلايا بكتيريا. تروح بقى الخلايا دي تتجمع كولاني حمقى نشطه، اخد تروح على الفاينل سيديمنتيشن تترسب، وهكذا اعيد منها جزء. طب الجزء الزياده بناخده للاسلاج تريتمنت، لمعالجه اللي هي الاسلاج الرواسب او الحمقى. في حاجه اسمها دايجستر مخمر، وبتفضل فيه الاسلاج فتره، وبعد كده بعمل لها دراينج تجفيف في المحطة، في حاجة اسمها دراينج بتتحول لسماد. فهي مواد البكتيريا دي مواد عضوية ومواد نيتروجينية، فبتبقى سماد عضوي عالي الكفاءة. أنا استفدت من المحطة، يبقى المحطة الصرف بتنتج لي سماد عالي الكفاءة بيتم بيعه بمبلغ كبير جدا، بيستخدم في استصلاح وتسميد الأراضي الصحراوية. يبقى ده الفلو لاين لمحطة معالجة مياه الصرف. زي برضو ده زي ما قلنا الكونفنشنال ويست ووتر تريتمنت، بتتكون من اول حاجه البري ماينري تريتمنت، وبعدين برايمري سيديمنتيشن. عندي البيولوجيكال بروسيس، البيولوجيكال بروسيس بتروح للسكندري سيديمنتيشن اللي هو خزان الترطيب النهائي، بعد كده للديسنفكشن. ده الشكل بيبين لي برضو لمحطة معالجة مياه الصرف، يبقى ده مسار المية، وبعد كده بيبقى فيه إعادة لجزء من السلادج للبيولوجيكال بروسيس علشان يتم نزود عدد البكتيريا. مراحل بقى معالجة الصرف، أنا عندي الستيج اوف ويست ووتر تريتمنت، هنعيدها تاني برضه عشان ما إيه نبقى نزود معلوماتنا أو نثبت المعلومة الموجودة. صوتك راح يا دكتور، تقريبا النت وحش عندك كده. صوت حضرتك مش موجود اهو. تقريبا النت فصل، تقريبا الكهرباء قطعت يا زي كده، او النت فصل برضو لانه من شويه كان عمال يطلع له